مجددا والمزيد في حل المتباينات والضرب والقسمة. لدينا هذه المتباينة 0.5 جزء من 10 الصغر أو يساوي 1/4 واي. طبعا حلها بالضرب والقسمة كما هو الحال في المعادلات، معادلة بالضرب هو نحلها بالقسمة، والعكس يعني إذا كانت قسمة نحلها بالضرب وهكذا. إذن هنا لدينا المعامل ضرب، إذن سنقوم نقسم الطرفان على المعامل. النظير الضربي يعني مقلوب العدد، إذن نضرب نكتبها مجددا 1/4 مضروبة في 4/1 واي. والنظير الجمعي أيضا الضرب عفوا على الطرف الآخر مقلوب العدد يعني الكسر في 0.5. الآن هذا عدد عشري لابد من تحويله إلى كسر عادي، نكتبها على جنب. طبعا هذه تذهب البسط مع البسط والمقام مع المقام، فتبقى لدينا واي أكبر أو تساوي 4/1 نكتبها مجددا 5 مضروبة يعني في 5/10. وبالتبادل إذا هناك مجال الاختصار بالتبادل، نعم على 2 فيها 2 وعلى 2 فيها 5. إذن لنضرب ونكتب الناتج هنا، والمزيد من التبسيط في أبسط صورة. إذن هنا كان أصبح لدينا 2/5 1/5 5، إذن البسط 10/5. أيضا المزيد من التبسيط 5 على يعني تقسم على 5 فيها 1، وأيضا هنا فيها 2، فيصبح لدينا واي طبعا أكبر أو تساوي 2. وعند تمثيلها خط الأعداد هكذا نمثلها، إذن عند تمثيلها على خط الأعداد هنا نضع 2 وتكون مغلقة لأنه 2 جزء من الحل، أكبر أو تساوي، إذن السهم سيكون متجه لليمين أكبر 3/4. إذن ووضعناها مغلقة لأن 2 هي جزء من حل المتباينة. أيضا المزيد من المتباينات، لدينا سالب 12 أكبر من 3، إذن هنا عملية الضرب يعني، فهنا ضرب، إذن نقسم على النظير طرفا المتباينة، وإذن سالب موجب في حالة قسمة، القسمة اختلفت الإشارات، إذن سالب 4 أكبر، إذن X أصغر من سالب 4. وأيضا عند تمثيلها على خط الأعداد هكذا إذن 4/4 أكبر X، إذن هي أصغر من سالب 4، والأعداد الأصغر هي الأكبر أكيد في السوالب، سالب 6 وإلى ما لا نهاية من، إذن سنضعها مفتوحة لأنه سالب 4 ليست جزءا من الحل وتتجه ناحية اليسار. والمزيد من حل المتباينات، لدينا 2/5 H أصغر من 10، إذن سنضرب بالنظير الضربي بمقلوب العدد 2/5، إذن أو ضرب أو نضعها كذا 5/2، هذه تذهب وهذه تذهب، فيصبح لدينا H أصغر من 10. أي شيء بنعمله على اليمين يجب أن نعمله أيضا على اليسار، نضرب في مقلوب العدد 5/2 بالتبادل، الاختصار بالتبادل، إذن فيها 2، 2/10 إذن تصبح لدينا 10، إذن H أصغر من 10، وأيضا عند تمثيلها بيانيا تكون 10 ليس جزءا من الحل. والمزيد من حل المتباينات هنا 7B، نقسم على المعامل 7 طرفا المتباينة، سالب 3 5، أيضا قسمة نقسمها على 7 موجبة،
إذن تصبح لدينا، يعني إحنا في حالة القسمة نستطيع أن نقول هكذا نفك الفاصلة العشرية، فتصبح لدينا 35/7. إذن الجواب 5. إذن 5 ونضع الفاصلة العشرية تصبح 5 جزء من 10 هكذا. إذن 5 جزء من 10، إذن ب، ونكتبها كمتباينة، ب أصغر من 5 جزء من 10. والمزيد في حال المتباينات، لدينا -3/5 أكبر أو تساوي من W على 5. إذن المعامل لدينا هنا 5 وهو مقسوم، إذن نضربه، نكتبها بشكل أوضح هنا، W على 5 مضروبة في 5 هنا أكبر أو تساوي -3/5 أيضا مضروبة في 5. نختصر بالتبادل، يصبح لدينا -3 أكبر أو تساوي، طبعا هذه تذهب، W. أيضا المزيد في الحل المتباينات، لدينا هنا المعامل هنا باء -3/8. إذن لنقوم بضرب النظير الضربي، يعني مقلوب العدد، بالتبادل، نختصر بالتبادل، أيضا هنا -9/4 نضربه أيضا في المقلوب وهو 8/3 هنا، اختصار بالتبادل بين 3 و9، وأيضا 8 و4، على 4 فيها 2 على 9 فيها 3. إذا يعني الناتج هنا ناتج الضرب، 2 في 3 6، إذا 6 أصغر من b كما هو حل المتباينة. أيضا المزيد في المتباينة، هنا لدينا لنتخلص من 20 في النظير الجمعي، هنا موجب، إذن -20 بطرحها على الطرفان تذهب، يصبح لدينا سالب وموجب نطرح، إذن هنا 15 أكبر من 2 على إكس، 2 إكس يعني بالتبادل، إذن 2 إكس، وهنا أيضا نطرح نقسم على 2 طرفا المعادلة على 2، إذن هنا تذهب وتصبح لدينا 15، لا تقسم على 2، يعني هناك باقي، لأنه 14 هي 7 في 2، إذن سيزيد لدينا 1، إذن سنقول 7.1 جزء من 10، إذن ب لنكتبها هنا أو إكس قيمتها أكبر أو تساوي 7.1 جزء من 10. أيضا المزيد من حل المتباينات، يعني هنا x ناقص 3 أكبر أو أصغر أو تساوي 5، النظير الجمعي على الطرفين سالب موجب 3، هنا أيضا نجمع، هنا إذا x أصغر أو تساوي 8. إذا هذا بالنسبة للمتباينات، لنقوم بحل هنا من الكتاب، لنختار مثلا أسئلة نقوم بحلها، اكتب قيم إكس التي تحقق كل متباينة مما يأتي لدينا، لنقوم بكتابتها هنا، لدينا 38، طبعا 2 إكس ناقص 14 أصغر من 38، حيث إكس مربع كامل، لنقوم بحلها هنا، إذن 2 إكس ناقص 14 أصغر من 38. إذن هنا لنتخلص من 14 موجب 14 على الطرفين موجب 14، فتصبح ننزل، تصبح لدينا 2 إكس أصغر، لنجمع إذن هنا الأحد مع الأحد والعشرات مع العشرات كما هو حال الأعداد الصحيحة، 4 زائد 2 12، 2 وباليد 1، 3 و1، إذن و1 أيضا 5 52. الآن لنقسم على النظير الاثنان، المعامل عفوا، 2 على الطرفان هنا تذهب، فتصبح لدينا
إذن يعني لو قسمناها قسمة طويلة هكذا، يعني هنا اثنان وهنا اثنان وخمسون، خمسة كم فيها اثنان؟ نقول أربعة، نقول اثنان، لأنه اثنان في اثنان يعطينا أربعة ببساطة يعني، لكن باب التسهيل توضيحها، اثنان في اثنان إذن أربعة، نطرح هنا واحد، ننزل هنا اثنان، تصبح 12، فنقول 12 كم فيها اثنان؟ تقسم على اثنان، لأننا فيها ستة، ستة في اثنان إذن 12، فنطرح إذن الجواب 26، سنضع هنا 26 إكس إذن أصغر من 26. الآن عند تمثيلها يقول السؤال حيث إكس مربع كامل، عند تمثيلها في خط الأعداد هكذا. نضع هنا 26 ونضع دائرة مفتوحة لأن 26 ليس جزءا من الحل. X هي أصغر، إذن سنتجه نحو اليسار أصغر وسنختار مربع كامل. مربع كامل إذن هو 8، لدينا خيارات، لدينا 20، لكن نريد مربع كامل هو 8. حتى نتحقق، إذا أردنا أن نتأكد من صحة أو أن المتباينة صحيحة، نتحقق من المتباينة، نعود للمتباينة الأصلية 2x ونعوض فيها 8 للتحقق، 2x ناقص 14 أصغر من 38، نعوض هنا 8 التي اخترناها، إذا 2 هنا نضرب بالثمانية ناقص 14 أصغر من 38. إذن 2 في 8 16 ناقص 14 أصغر من 38، 16 ناقص 14 إذن 2. فنقول هل 2 أصغر من 38؟ نعم، إذن تحققت المتباينة.